السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي ومع أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول من شركة هواوي من فئة الدي تحديدا. اليوم معايا جهاز هواوي ميت بوك دي 16، خفيف الوزن، شاشة كبيرة جدا. فخلونا نبدأ الفيديو مع بعض ونتعرف على كافة التفاصيل. يأتي هواوي ميت بوك دي 16 باللون الفضي وهيكل معدني، وعلى الرغم من أن الشاشة كبيرة وبنتعرف على تفاصيلها لاحقا، إلا أنه يأتي بوزن خفيف 1.7 كيلو جرام تقريبا. وهذا الوزن عادة يأتي للأجهزة اللي بتيجي بمقاس الشاشة فيها 15 بوصة. أما بالنسبة للمنافذ فعندنا من اليسار منفذ USB Type-C يدعم الشحن ونقل البيانات وDisplay Port، كذلك منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وأيضا منفذ HDMI، وأخيرا منفذ السماعات والمايك 3.5. ومن اليمين عندنا منفذين USB Type-A الجيل الأول. كذلك الجهاز مزود بمكبرين صوت وأربع ميكروفونات تستطيع التقاط الصوت من 5 أمتار وتدعم عزل الضجيج. أما بالنسبة للشاشة فالجهاز يأتي بشاشة كبيرة IPS 16 بوصة تستحوذ على 90% من الواجهة الأمامية للجهاز وبدقة 1920x1200 بيكسل، وبنسبة سطوع 300 شمعة، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وبزاوية رؤية 178 درجة. هذه الشاشة لا تدعم اللمس، وهذه الشاشة حاصل على شهادة TUV لحماية العين من الضوء الأزرق، وفيها تقنية التعتيم وتقنية انعدام الوميض، وتأتي بنطاق ألوان واسع sRGB بنسبة 100%. بأعلى الشاشة توجد كاميرا بدقة عالية 1080 بيكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر عدة مميزات مثل وضع التجميل أثناء الاجتماعات والمكالمات، وأيضا الاتصال بالعين ونمط التتبع للوجه وتغيير الخلفية، وتستطيع قفلها أو فتحها عن طريق اختصار بلوحة المفاتيح، يعني ما عاد يحتاج تحط لصق أو أنك تغطيها بأي شيء. وما إننا تكلمنا عن لوحة المفاتيح فالجهاز يأتي بلوحة مفاتيح كبيرة بأرقام منفصلة وباختصارات عديدة مثل البحث السريع، وأيضا المفاتيح مريحة جدا بالكتابة وبمسافة 1.5 ملم وبإضاءة خلفية، وبأعلى لوحة المفاتيح زر التشغيل مدمج في مستشعر بصمة الأصبع. أما بالنسبة للعتاد فالجهاز مزود بأحدث معالجات انتل الجيل 12 i7، ويتوفر نسخة i5، كذلك كرت شاشة من انتل، معالج قوي لتعدد المهام، ومزود بذاكرة عشوائية 16 جيجا رام، ويتوفر أيضا بثمانية جيجا، ومساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت SSD، ويدعم البلوتوث 5.1 والواي فاي 6 السريع والأكثر استقرار. كذلك الجهاز مزود ببطارية ليثيوم 60 واط مع شاحن بقدرة 65 واط، وتم تقليل حجم الشاحن بنسبة 30% عشان التنقل بيفيدك لشحن جميع أجهزتك الأخرى. أيضا هذا الجهاز يدعم الجهاز الفائق سوبر ديفايس والتعاون مع مختلف أجهزة هواوي، فهو يدعم العرض اللاسلكي مع هواوي ميت فيو، كذلك نقل البيانات بين الأجهزة المختلفة لاسلكيا، وأيضا البحث لاسلكيا عن الملفات بداخل جهازك، ويدعم الاقتران المنبثق للاتصال السريع بين الأجهزة. أخيرا الجهاز يتوفر بداية من سعر 3599 ريال، وبرضو مع هدايا كعادة هواوي مع أجهزتها. بترك لك كافة التفاصيل بصندوق الوصف أسفل الفيديو. أتمنى أكون أفدتك ولو بمعلومة بسيطة. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.